أبو علي الفارسي إمام النحو. هو الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي النحوي، ولد في بلاد فارس سنة 288 للهجرة. قدم بغداد شاباً واشتغل فيها بالعلم. سمع من علي بن الحسين الفارسي عن إسحاق بن رهويه، وأخذ النحو عن أبي إسحاق الزجاج وأبي بكر مبرمان وعن أبي بكر بن السراج. أبرز تلامذته أبو الفتح عثمان بن جني وعبيد الله الأزهري وأبو محمد الجوهري وعلي بن عيسى الشيرازي وأبو القاسم التنوخي. كان إمام عصره في النحو، وأقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة، وكان بينه وبين أبي الطيب المتنبي مجالس، ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عضد الدولة بن بويه في بغداد، وتقدم عنده وعلت منزلته وانتهت إليه الرياسة في النحو. أبرز ما تركه لنا الفارسي التذكرة في علوم العربية: المقصور والممدود، الحجة في علل القراءات، جواهر النحو، الإيضاح والتكملة. توفي أبو علي الفارسي ببغداد سنة 377 للهجرة، وقد عاش 89 سنة.